مساء الخير على كل متابعينا الكرام، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنقدم لكم فيديو جديد عن عرض ثلاجات بيكو والاسعار المتاحه منها حاليا والمقاسات اللي متوفره منها. طبعا يا جماعه، شركه بيكو مبدئيا كده شركه تركي بالكامل، المنتج بتاعها نضيف جدا، حاجه كويسه. الخامات بتاعتها بتكون خامات كلها اوروبي تجمع في تركيا، الضمان بتاعها 5 سنين في مصر، شركه معروفه جدا ورقم واحد مبيعا في اوروبا. طبعا لو بحثنا على النت هنعرف شركه بيكو والخامات بتاعتها والمنتجات بتاعتها في اوروبا عامله ازاي، وطبعا تقديرها هنا وتصنيفها في مصر في منتج اجهزه كهربائيه حاجه كويسه. مع بعض يا جماعه، اول حاجه عندنا هنا الثلاجه البيكو الاربع باب، اللي هي 2 ثلاجه من فوق ودرجين فريزر من تحت. اللي عندنا تاني حاجه دي يا جماعه اللي هي 495 لتر، ودي بتكون ثلاجه وفيها ثلاجه من تحت الحنفيه. طبعا عندنا الموديل الثاني اللي هي 446 بتكون برضو بحنفية، وعندنا منها الموديل اللي هو الكومبي، وطبعا ده بيكون بفريزر سفلي من تحت زي الثلاجة الاربعة باب. نبدأ نتكلم يا جماعة. اول حاجة عندنا على الاربعة باب دي بتكون الجسم بتاعها زي ما احنا شايفين قدامنا كده، الجسم بتاعها بيكون جسم ستانلس بالكامل. قدامنا الشاشة الديجيتال دي يا جماعة اللي بيكون فيها 10 وظائف للتشغيل للثلاجة. طبعا الثلاجة اللي تحت دي يا جماعة زي ما احنا شايفين الدرجين اللي عندنا دول، الدرجين دول بيكونوا درجين فريزر، نقدر نخزن فيهم اللي احنا عايزينه كسمك لحوم فراخ، نقدر نخزن كل حاجه براحتنا. وعندنا فلتر يا جماعه مانع للروائح جوه الفريزر. عندنا الدرج الثاني تحت برده نفس الكلام. طبعا لو حد سالني اذا لو النور قطع مثلا الفتحات دي بيكون ايه نظامها مثلا ما تسربش ميه، طبعا الجسم بتاع الثلاجه من تحت يا جماعه ليه فتحه صرف من الظهر، يعني الدم ما بيبقوش منه من الارض، لا بيكون جوه الثلاجه ليه فتحه صرف من الظهر. نبدا نتكلم عندنا فوق بقى عن الثلاجه يا جماعه وعن الجسم الداخلي للثلاجه او الحجم الداخلي للثلاجه. نبص على كده يا جماعه الحجم الداخلي للثلاجه، حجم بتاع الثلاجه كبير بسم الله ما شاء الله. نقدر طبعا اللي احنا نحط حاجتنا براحتنا، يعني ارتاحيه، يعني مفيش اي مشكله عندي في الحجم. الحجم عندي كويس جدا، التقسيمه بتاعت الفتحات نفسها للتبريد كلها منظمه. عندنا هنا يا جماعه دي اللومه دبليد الزرقاء طبعا اللي بتكون موجوده في الثلاجه وبتدي شكل الديكور تحفه، يعني التلاجة بسم الله ما شاء الله شكلها عن بعد زي ما احنا هنشوفه كده يا جماعة حالا. ده شكل التلاجة عن بعد والفتحة بتاعتها والمقاس بتاعها من الداخل. عندنا اللي تحت ده يا جماعة بيكون درج الخضروات حافظ للطعام، بيقدر يحفظ معانا الخضروات معانا هنا لمدة 10 ايام واكتر. طبعا الفتحات بتاعت التبريد بتاعته يا جماعة هنا بتكون محافظة على كفاءة التبريد للخضروات او الفاكهة. نيجي نبص هنا يا جماعة عندنا دول الرفين، الرف الواحد من هنا دول يا جماعة بيتحمل معانا لحد 100 كيلو. 100 كيلو دي حاجه في التخزين كويس او التحميل للرف كويس جدا، يعني لو انا مثلا احمل على رف 100 كيلو فدي بتكون حاجه كويسه، يعني الازاز بتاعه بسم الله ما شاء الله خامه الازاز كويسه. عندنا هنا يا جماعه دي البطاقه اللي احنا هنشوفها مع بعض، طبعا كلمه ميدن تركي زي ما احنا شايفين عندنا اهو. الموديل بتاع الثلاجه سحب الكهرباء بتاعها بتشتغل على كام فولت. طبعا الثلاجه بتاعتنا الساعه بتاعتها كبيره، الثلاجه الساعه اللي كريه نفسها هنشوفها مع بعض. هنا عندنا 539 لتر، ودي بتكون الموديل بتاعها اللي هو 60500 اكس، وطبعا دي بتكون 19 قدم مكعب، لكن دي ما بتكونش 19 قدم مكعب، لا هو الحجم الصافي هنا بتكون 23 قدم بس بتكون 4 باب. وفي منها موديل اللي هو 600 لتر حاليا يا جماعه، الموديل 600 لتر ده بتكون 4 باب بس الفريزر ما بيكونش بالشكل ده، بيكون نفس تصميم الثلاجه، ودي ان شاء الله هنعرضها لكم قريب اول ما تكون متاحه عندنا في المعرض. نيجي نبص عندنا الشاشه هنا يا جماعه، دي طبعا بتكون خاصيه طبعا اللي هو تجميد سريع للفريزر، وعندنا هنا تجميد سريع للثلاجه. عندنا هنا طبعا اللي هو التشغيل الاقتصادي زي ما احنا شايفين، ال10 وظائف طبعا اللي هم عندنا مشروحين في الوصف تحت لو حد عايز يستفسر او حد عنده الموديل ده ومش عارف طريقه التشغيل للوحه كامله. نيجي للموديل اللي بعد منه يا جماعه، ونيجي معلش نسيت اللي انا اعرفكم هنا، السعر بتاع الموديل ده بيكون 22200 جنيه، دي صافي كل الخصومات اللي عليها يا جماعه. نيجي نبص على الموديل اللي بعد منه، اللي هي 495 لتر زي ما احنا قلنا، اقل استهلاك للكهرباء، الموتور برضو بيكون موتور انفرتر، سحب الكهرباء عندنا هنا بيكون 43 كيلو وات. نيجي نبص على شكل الشاشه بتاعتنا يا جماعه زي ما احنا شايفين، دي الشاشه برضو بيكون فيها نفس ال10 وظائف للتشغيل، 10 وظائف دي اللي هو تجميد سريع فريزر، تجميد سريع في الثلاجه، لو انا مسافر وعايز مثلا اسيب الثلاجه شغاله، التظبيط بتاعها اللي هو الهوليدي، خاصيه الهوليدي فيها. نيجي نبص على الثلاجه من الداخل، ده حجم الثلاجة عندنا يا جماعة، برضو حجم الثلاجة عندنا كبير. عندنا هنا البوكس داون اللي هو بيكون بوكس التلج داون، بنقدر ان احنا نشيله طبعا عشان نستخدم مساحة اكبر للفريزر، عشان عندنا الفريزر دي بتكون واخدة مساحة لو احنا مش محتاجينها واحنا مش محتاجين نعمل منها مكعبات تلج بنشيلها خالص وبنفكها من قلب الرف الازاز ده، بتدي معانا مساحة اكبر في الفريزر. فتحات الفريزر يا جماعة زي ما احنا شايفين في التبريد كده اهو، الفتحات كلها مظبوطة برضو،
عندنا الرف هنا بيكون خامه الرف كويس جدا يا جماعه، يعني ما بيتكسرش مش خفيف. الخزان ده يا جماعه الخزان ده بيكون سعته 3 لتر، يقدر اللي هو معانا بيوفر معانا 8-3 ازاز ميه. الجسم ده يا جماعه المعدن ده بيكون حامل الازايز تحت الميه وازاز العصير. طبعا الرفوف زي ما احنا قلنا بتتحمل معانا لحد 100 كيلو. تيجي نبص على الشكل بتاعها يا جماعه كده، ده الشكل بالكامل للثلاجه زي ما احنا شايفينه. طبعا عندنا جوه دي يا جماعه الفلتر، ده جهاز الفلتر اللي هو بيمنع اي روائح جوه الثلاجه وما بيخليش اي بكتيريا جوه الثلاجه. شركه فيكو يا جماعه يعني الضمان بتاعها 5 سنين في مصر، والشركه فعلا بتطور من نفسها يعني من 2013 وهو المنتج بتاعها متميز في السوق المصري. لكن هي حاليا بتعمل فعلا جوده كويسه جدا زي ال جي وزي السامسونج وزي الماركات العالميه. فعلا المنتج بتاعها كويس والسعر بتاعه يعتبر كويس. نيجي نبص هنا على الجسم الخارجي برضو، الجسم ده بيكون استانلس كامل، يعني استانلس طبعا ايطالي مط اللي هو الاستانلس اللي هو بيكون لميع. واحنا قلنا هنا البطاقه عندنا اللي هي بتكون اقل استهلاك للكهرباء زي ما احنا شايفين عندنا كده يا جماعه. وده تاني موديل من الثلاجه وبيكون سعره 15200 جنيه. نيجي نبص على الموديل الثالث يا جماعه، ودي موديل اللي هي 446، ودي بتكون موديل 18 قدم ديجيتال بحنفيه زي ما احنا شايفين. الجسم بتاعها استانلس لكن بيكون طبقه ثانيه غير الطبقه المستورده اللي احنا عندنا في الثلاجات اللي هي الموديلات دي، لكن بيكون الشكل بتاعه اللي هو اللميع الفاتح. نيجي نبص برده يا جماعه الثلاجه من الداخل، ده حجم الثلاجه عندنا، ده حجم الثلاجه برده من الداخل. الحجم بتاعها كبير وكويس، المواصفات بتاعتها كلها مواصفات عالميه. الفرست بتاعها طبعا وفيها جهاز فلتر بيكون مانع للروائح. الرف زي ما احنا قلنا بيتحمل معانا لحد 80 كيلو و90 كيلو. عندنا برده هنا خاصيه الخزان بيتحمل معانا لحد 3 لتر، وبيوفر معانا طبعا خزانات زي ما احنا قلنا. طبعا كل مكونات بيكو يعتبر كلها بتكون زي بعض في التصميم، اختلاف الاحجام يعني اللي احنا شرحناه في الموديل اللي قبل منها يعتبر نفس اللي موجود في الموديل ده. عندنا هنا دي اللمبات الليد زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، دي لمبات الليد للثلاجه زي ما احنا شايفين تحت، وعندنا لمبات ليد للفريزر، وعندنا هنا دي بيت بتاع مكعبات الثلج. وهنا مصغرين الحجم بتاعه يا جماعه عشان خاطر يكون مدي معاك المساحه على طول اكبر للفريزر. طبعا دي زي ما احنا شايفين الباب بتاعها من الجنب، ده شكل الباب. عندنا هنا درجين للخضروات، درج هنا ده بنستخدمه للخضروات او بنستخدمه للفاكهه عامه، وهنا عندنا ده درج الخضروات، الدرج الاكبر طبعا اللي هو اللي لازم نستخدمه للخضروات عشان لو هنخزن خضار كتير. دي يا جماعه سعرها النهارده 11200 جنيه، ودي بيكون فيها الشاشه الديجيتال زي ما احنا قلنا هنا عندنا مع بعض. طبعا بيكون فيها خاصيه تجميد سريع فريزر، خاصيه تجميد سريع للثلاجه، خاصيه ان انا لو عايز افصل الثلاجه خالص واشغل الفريزر بس، عايز افصل الفريزر واشغل الثلاجه بس، دي بتفرق معايا جامد. طبعا لو انا مسافر او لو احنا مثلا في رحله سايبين البيت مده كبيره بنشغل الفريزر بس وبنفصل الثلاجه تحت من الموتور، وكل ده بيشتغل عندنا من الشاشه، وكل ده بنلاقيه عندنا في الكتالوج يا جماعه. طبعا بتلاقوه في الشرح مفصل بالكامل ان انت تعمل ايه عشان يشتغل. ونيجي عندنا يا جماعه عند اخر حاجه البيكو كومبي، الموديل 500 لتر او 501 لتر، ودي الموديل بتاعها زي ما احنا شايفينه مع بعض هنا. ودي برضو بتكون اقل استهلاك في الكهرباء، استهلاك الكهرباء بتاعها بيكون 29 كيلو وات. طبعا عندنا الفئه هي بتكون اقل فئه، السعه اللتريه بتكون 501 لتر. طبعا الثلاجه بتكون نفرست بالكامل، الشاشه الديجيتال بتكون نفس الوظائف اللي احنا شفناها في ال 18 اللي هي الديجيتال بتسبنسر. طبعا نشوف الحجم بتاعها برضو من الداخل، بس هنا بيكون اختلاف اللون ان هنا الجسم بيكون استانلس برضو زي الثلاجات اللي احنا شفناها قبل دي. نيجي نبص على شكل الثلاجة، عندنا الحامل الأولاني اللي فوق ده يا جماعة بيكون حامل أزاز المية زي ما احنا شايفين، عشان عندنا في الباب هنا ما ينفعش إن احنا نخزن أزاز المية طبعا عشان بين الإدراج وبين الرفوف هنا ما ينفعش. فهم عاملين حامل مخصص، الحامل المخصص ده يا جماعة بيحمل معانا دي 1 2 3 4 5 6، 6 أزاز مية نقدر إن احنا نحطهم أو 6 أزاز عصير، نقدر إن احنا نشيل الحامل ده خالص ونقدر نستخدم الرفوف بس، بتدي معانا مساحة أكبر في الثلاجة. عندنا يا جماعه اللمبات الليد هنا بقى متوزعه في الجسم الامامي من فوق زي ما احنا شايفين، حتى هنلاقي عليه علامه بيكو هو ده. وده طبعا عندنا الفلتر اللي هو الجهاز اللي قدامنا جوه ده يا جماعه بيكون جهاز توزيع التبريد بالكامل على الثلاجه. عندنا هنا زي ما احنا قلنا لو احنا برده هنا عايزين نطلع لحوم من الفريزر نخزنها هنا، عايزين مثلا نحط علب جبن، عايزين مثلا نحط فواكه بنستخدمها في الدرج ده. نيجي نستخدم هنا يا جماعه ده درج الخضروات، وطبعا بيحفظ معانا الخضروات لمده 10 ايام او 15 يوم، وبيحافظ معانا على كفاءه الطعام زي ما هي. نيجي نبص على حجم الفريزر بتاعها من تحت بقى، الفريزر بتاعها بيكون 3 أضرار زي ما احنا شايفين كده، حجم الدرج بتاعها بيكون بسم الله ما شاء الله كبير، يعني نقدر نخزن فيه الفوم براحتنا، نقدر نخزن فيه اسماك فراخ
الخضروات براحتنا اللي احنا عايزينه. وطبعا عندنا فلتر بيكون مانع اي روائح، لو احنا مثلا حاطين سمك، حاطين فراخ، حاطين لحمه، ما بيعملش اي روائح في الثلاجه. ان احنا لما بنيجي نفتح الفريزر كده يا جماعه، احنا شرحنا الثلاجات في البيت، ودي سعرها يا جماعه 13500 جنيه حاليا في عروض شهر 6 ومن معارض سالم الكتروني. كده يا جماعه احنا الفيديو الشرح بتاعنا انتهى النهارده. ان شاء الله اقابلكم بكره في فيديو جديد عن الثلاجات ال جي والسامسونج، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. انتظرونا باذن الله كل اللي جاي ان شاء الله جديد. السلام عليكم.